موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. تناشد هيئة الصحة العامة جميع الأشخاص الظاهرة عليهم أعراض كوفيد-19 الاتصال بالدليل الطبي عبر الرقم 1177 الذي عادة ما يستقبل الاتصالات الهاتفية بعدة لغات، لكن حسب استطلاع أجره قسم الأخبار إيكوت في الإذاعة السويدية فإن في نصف مقاطعات السويد يستقبل الدليل الطبي الاتصالات فقط باللغتين السويدية والإنجليزية. وفقاً لمصادر أفتون بولادت فإن السياسيين والمسؤولين في المدينة لديهم قلق واسع النطاق من أن يتجاهل الناس أوامر البقاء في المنزل والذهاب في عطلة عيد الفصح المخطط لها في جميع أنحاء البلاد، مع خطر انتشار الفيروس إلى أماكن أصغر، ويعود ذلك إلى أن الناس هنا يتصرفون بطريقة أنا أفعل ما أريد ويتجاهلون التحذيرات المتعلقة بموضوع البقاء في المنزل، لذا من الصعب جعل الناس يفعلون الشيء الصحيح. تعتبر العاصمة ستوكهولم من أكثر المناطق تضرراً من انتشار فيروس كورونا في السويد، ففي ستوكهولم وحدها توفي حتى الآن 37 شخصاً نتيجة ذلك، 18 منهم في 24 ساعة الأخيرة. إن ساءت الأمور أكثر فإن ذلك سيدخل القطاع الصحي والطبي في وضع كارثي، كما يقول بيورن إريكسون مدير الخدمات الصحية والطبية في مقاطعة ستوكهولم. بيورن إريكسون يشبه الوضع في ستوكهولم بالعاصفي، وإنهم لا يعلمون كيف ستكون قوة تلك العاصفة لكنهم الآن في منتصفها. بدء المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه في يوتوبوري باستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا ظهر اليوم. المستشفى الميداني يقع أمام مستشفى أوسترا خوكوست ويضم 20 سريراً للعناية المركزة. بيرتل أندرسون مدير قسم الرعاية المركزة في المستشفى الميداني الجديد صرح للإذاعة السويدية بأن المشفى الميداني مستعد لاستقبال المرضى من الساعة 12 ظهراً في حال تم التأخير، مؤكداً على أهمية أخذ الاستعدادات اللازمة كون أي شيء ممكن أن يحدث على حد تعبيره.